السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنكمل الدرس الاولاني فيزياء اولى سنه. تمام يا رجاله. بص يا عم، احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن ايه الثاني؟ بيتكلم عن ايه قانون نيوتن الثاني؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الحصه اللي فاتت اتكلمنا عن مفهوم جديد علينا ولازم نفهمه كويس، وفهمناه الحمد لله كويس، وما شاء الله الكومنتات ايه، زيرو كومنتس ما شاء الله، ريتش عالي عالي عالي. بص يا رجاله، عرفنا المره اللي فاتت ان كميه الحركه، ما عرفنا مفهوم كميه الحركه بيعبر عن حاجه اسمها عزم الكتله. تمام. استفدنا يا مستر، قلنا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لو واحد مثلا قلنا اللي هو المشهد الماستر سين بتاع الافلام على طول، جايين نفتح الباب هنخبطه، الكلام ده كله في مشكله؟ مفيش مشكله. لازم تفتكر حاجة بس من الترم الأولاني، إيه هي؟ بص، لو في حاجة واقفة وبعدين حركتها، تاني؟ لو حاجة واقفة وبعدين حركتها، طب لو حاجة اتحركت وأنت حاولت توقفها، إيه ده يا مستر ده؟ اللي أنا بتكلم فيه ده اللي أنت خدته الترم الأولاني، اللي هو ان انت لو غيرت حالة الجسم الحركية، تاني اذا تغيرت حالة الجسم الحركية، واتفقنا اللي بعبر عن الحالة الحركية في الفيزياء هي السرعة. هي مين؟ السرعة. فانت لما تغير حالة الجسم الحركية يعني بتغير السرعة. فيقول لك لو الجسم اتغيرت حالته الحركيه او اتغيرت سرعته، اتاثرت بمفهوم عندنا في الفيزياء ان الجسم ده اتاثر بقوه. الجسم اتاثر بايه؟ بقوه. تاني القوه هي مؤثر يغير في حاله الجسم الحركيه من السكون الى الحركه، او من الحركه الى السكون، او يغير في قيمه السرعه بزياده، او يغيرها بالنقصان. في مشكلة؟ مفيش مشكلة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طب والتغيير في السرعة ده يا مستر معناه ايه؟ اكتساب الجسم اللي بيغير في سرعته، هو يعني الجسم اكتسب عجلة. لو كانت سرعة بالزيادة اكتسب عجلة موجبة، لو كانت سرعة بالنقصان اكتسب عجلة سالبة. ايه الكلام التخين ده يا مستر؟ برضه ما فهمناش يا مستر. بص يا عم، لما جينا احنا اتأثرنا على الجسم بكتلتنا، بعزم كتلتنا، بكمية حركتنا، أثرنا على الباب. لما أثرنا على الباب، الباب كان واقف، احنا الباب كان مقفول يعني واقف، ففتحناه يعني حركناه. كتلتنا أثرت على الباب، غيرت حالته الحركية من السكون إلى الحركة. يعني عزم كتلتنا يعني كمية الحركة بتاعت جسمنا غيرت حالة الجسم الحركية، أي أثرت على الجسم بقوة. اللي حصل تاني يا رجالة، أنا أثرت بإيه؟ بجسمي على بكمية حركة جسمي، عزم كتلتي على الباب، غيرت حالته الحركية، فأكسبت تغير في السرعة، أي أكسبت الجسم ده عجلة. تاني طب أثرت عليه، أكسبته عجلة إزاي؟ أثرت عليه بقوة. تاني يقول لك إيه؟ أنت لما أثرت على جسم ده بكتلتك، أنت لما تيجي تخبط في الباب وتروح خبط في الباب كده، بتبقى ماشي بسرعة فجأة تقف. طب العزم اللي كان فيك ده راح فين؟ خبط في الحيطة، فقد في الباب. ازاي يعني يا مستر؟ بص، شايف القلم ده؟ انا لما خبطت القلم بالمنظر ده كده، القلم ده خبط هنا بسرعة ورجع بسرعة، تفتكر سرعة اقل ولا سرعة اكبر؟ بص، مستحيل طبعا. بص يا عم، الجسم لو خبط هنا ورجع بيرجع بسرعة أقل، بيحصل فقد في السرعة هنا. تمام. بعيدا عن الموضوع، عايز أفهمك حاجة. كتلتي، كمية حركتي،
لما اتغيرت من حركه لصفر، يعني ايه كميه حركه؟ رحت خابط كده وبعد كده وقفت. اقول لك على حاجه، انا كده كده لو ماشي بسرعه وبطيئه هعمل كده واقف، لو ماشي بسرعه عاليه في الحاله الثانيه احنا الاثنين سرعتنا صفر، كميه حركتنا صفر، لكن انا كنت فين ونزلت لفين. فيقول لك هنا مش بيأثر على القوة، مش معتمدة على كمية الحركة، لا، القوة معتمدة على التغير في كمية الحركة. تاني، بص يا رجالة، لو أنا كنت خبطت بجسمي، لو كمية الحركة بتاعتي ما كانتش اتغيرت، مع ذلك أنا ما خبطتش في حاجة. إزاي؟ يجي في الفيلم دايما لو واحد بقى، إحنا عايزين نضحك هنروح إيه؟ لو إحنا ضابولين مش هينفع نضحك عليه، فنخش بحطه هيفتح الباب وكل سنه طيب. يبقى انا لو جايبين فيلم كوميدي وبنضحك على البطل بتاع الفيلم، فهنخليه اول ما يجي يوصل هنروح فاتحين الباب. فهو دلوقتي ما هيكون ماشي بوشه، ما حدش وقفه، ما حدش غير كميه حركته، فمش هيأثر على حاجه بقوه. تاني، شرط تأثر الحاجه الثانيه بالقوه يحصل تغير في كميه الحركه للحاجه الاولى. تمام. من الاخر يا مستر، صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام، عشان جسم دلوقتي الجسم كتلة تخبط في كتلة، الكتلة الأولانية يحصل لها كمية تغير في كمية الحركة، التغير اللي اتفقد ده خلت الكتلة التانية فتأثرت بقوة، القوة دي غيرت من حالة الحركة، غيرت السرعة بتاعت الجسم، أي أكسبته عجلة. تاني كده، تاني يا مستر صلى على النبي، الإف دخل نيوتن التاني بقى، ده المعنى الفيزيائي اللي احنا نفهمنا بيه. طب بقى الفيزياء والرياضه واللي احنا نحل بيه في الامتحان، القوه تتناسب مع المعدل الزمني للتغير في كميه الحركه. طب وكميه الحركه يا مستر كانت بتساوي ايه؟ تعالى تحت هنا، دلتا بي هي بي 2 الحاله الثانيه ناقص الحاله ايه؟ الاولى. عايزين اقول على طول بعد ناقص ايه؟ قبل. ركز معايا كده، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، قبل ما اكتب دي هي مين دلتا بي؟ اللي هي دلتا ام في، دلتا ام ايه؟ في. طب والام دي ثابته ولا متغيره؟ والله في منهج اولى ثانوي ثابته، لكن في منهج بعد كده اما ان شاء الله ربنا يكرمك وتخش جامعه فيها رياضه وفيزياء في تغير في الصواريخ والحركات كده، في بيحصل تغير في الكتله، تمام؟ بس مش قصه ده خالص، احنا واخدين في منهجنا ان التغير في مين؟ في السرعه بس، فالكتله ثابته، نطلع الام بره والدلتا في جوه. دلتا في يعني في بعد ناقص في قبل، وفي بعد وفي قبل كنا بنسميهم في اي وفي اف، في اي وفي ايه؟ في اف. طب انا عايز اقول بعد ناقص قبل، اقول في اف ناقص في اي ولا في اي ناقص في اف؟ في اف ناقص في اي، يبقى هتساوي ام في في اف ناقص في اي. تمام يا رجاله؟ صعبه؟ مفيش مشكله، صلى على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. لو جيت عوضت هنا هتقول لي ايه؟ دلتا، او اسف، ها ام في اف ناقص في اي، صح كده؟ على الدلتا تي. مين شبح لمح في اف ناقص في اي على الدلتا تي؟ ده احنا خدناها في الترم الاولاني، في اف ناقص في اي على الدلتا تي او على الزمن يعني، تساوي مين؟ الاكسلريشن، العجله، تساوي مين؟ العجله. يبقى تساوي ايه؟ ام في ايه؟ تساوي مين يا رجاله؟ ام في ايه؟ حلو الكلام؟ حلو الكلام. واخويا حبيبي الريالاوي عايز يحفظ القانون، اذا في الاخر قانون نيوتن الثاني بيقول ايه؟ همسح الحته اللي داخل بيها. قانون نيوتن الثاني يا مستر بيقول ايه؟ قانون نيوتن الثاني اف القوة المؤثرة تساوي ام في ايه؟ في ايه؟ هو رودريجو فما حاجة ما نعرفش، ترجع الكرة مرة أخرى، يمشي كارفاخال، يلعب كارفاخال، حاط الكرة والثاني، فما حاجة، يا الله. الجسم يتأثر بقوة يحصل له تغير في السرعة، أي يحدث له اكتساب من عجلة. ودايما بنحفظها وبهزر معانا مع بعض مع الرجاله كده، اقول لهم ايه؟ الناس الريالويه فين؟ الناس الريالويين يا عم، الناس اللي بيشجعوا ريال مدريد، ناس حبايبنا اللي هم فاكرين طبعا ومش ناسيين ماتش السيتي بتاع بنزيما ورودريجو والناس الحلوه دي، لما عمك عصام الشوالي قال ايه؟ فما حاجه ما نعرفش، يبقى الاف تساوي ايه؟ ام في ايه؟ فما حاجه، تمام؟ يبقى انت افتكر كده يا مستر،
لما الجسم يتحرك فما حاجة حصلت. ايه اللي حصل؟ اثر بقوة. بدل الجسم حالته اتغيرت يبقى فما حاجة حصلت. صح ولا مصح؟ فما حاجة بالتونسي اعتقد يعني في حاجة يعني. تمام؟ في مشكلة؟ يبقى اذا كده الجسم اتغيرت حالته الحركية تغيرت سرعته يبقى فما حاجة حصلت كده. اه يبقى قانون نيوتن الثاني ايه؟ اف تساوي ام في ايه؟ في ايه؟ فما حاجة. تمام تمام؟ صلي عليه اشفع فيه عليه الصلاة والسلام. بص يا رجالة توكل على الله واشتغل معايا واحدة واحدة كده. اسمع مني كلمتين حلوين دول. انت عرفت الحصة اللي فاتت ان احنا دلوقتي عشان نعرف هو القوة دي، القوة دي كمية قياسية ولا متجهة؟ معروفة ان هي متجهة. عشان نتأكد بنقول والله بنحط الكمية القياسية بنحط لها موجب، وقلنا الكتلة موجب والعجلة سالب، فسالب في موجب بسالب. فالكتلة كمية، القوة كمية متجهة ومعروفة يعني الموضوع عبيط يعني. طب وحدة قياس القوة في وحدتين، الوحدة الأولانية ممكن نجيبها بالقانون، الكتلة كيلو جرام. طب والعجلة؟ بص يا رجالة، العجلة عبارة عن دلتا في على دلتا تي، مش قصينا الدلتا دلوقتي عايزين وحدة قياس. طب ما الفي يا مستر اللي هي دي على التي، هتقول الدي على التي. في اولى ابتدائي كان بقول لك مقام البسط ينزل مقام، فتبقى دي على التي تربيع. طب الدي متر، التي تربيع ثانيه تربيع، يبقى كيلو جرام متر على الثانيه تربيع. في مشكله؟ فيش مشكله. طب وحده قياس القوه في النظام الدولي بقى في انها قانون لحاجة لوحدها كده، لان اول واحد عمل القوانين ده اللي عمل قوانين القوه والحاجات دي عمك نيوتن. ده دي حتى في الجامعه بعد كده هتاخدها تحت باب او حته كبيره كده اسمه ميكانيكا نيوتن. تمام تمام تمام. فهنسمي وحده قياس القوه ايه؟ نيوتن، رمز ان كده. وعشان احنا بنحبه وحبيبنا قوي الراجل ده، وبص يا مستر بحبه حبه يعني، فنقول له ايه؟ عارف نشغل، حط يا ابني في المونتاج كده انا بحبك حبك. تمام، حط نيوتن كده على اسمه ايه. تمام تمام، انا بحبك. فمش هنسمي نيوتن، هو نيوتن اه، بس ما بينه وبينك كده محدش يعرف. ها محدش يعرف نيتن، لانه اللي عامل فينه مش كويس. تمام تمام، تعبنا مع دواد نيتن ابن نيتن. تمام تمام تمام. في مشكله يا رجاله؟ صلى على النبي. عرف بقى قوه بتساوي ايه؟ ام في ايه. فما حاجه يا ريس تاني يا مستر؟ فاهمين حاجه يا رجاله؟ لو فاهم دوس لايك، مش فاهم دوس لايك برضه. في مشكله يا رجاله؟ تمام. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ملخص احنا عملناه دلوقتي، قلنا خلاص ان انا اثرت على الجسم بقوه، اثرت الجسم تغيرت حالته الحركيه، سرعته زياده، سرعته قلت، اذا الجسم ده اتاثر ايه؟ بمؤثر خارجي بنسميه فيزيائيا، هو بيعبر عن مفهوم القوه، الفورس يا رجاله. الفورس، الام دي ماس، الاي دي اكسلريشن. تمام تمام، ظبط نفسك كده وانت ماشي على غشيم. تمام يا رجاله، في مشكله؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك بص، لو عايزين بقى نعمل هنا رسم بياني نعمله ازاي؟ بص يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك لو عايزين نعمل علاقة بين الاف والاي، الاف والاي يا رجالة خبطوا في بعض. الناس اللي متابعة معانا من الحصة اللي فاتت اكيد يعني فهموا الليلة، خبطين في بعض الاف والاي. لا، يبقى العلاقة ايه؟ طردية. طب والام والايه؟ ادي الايه وادي الام، خابطين في بعض يا رجاله؟ لا والله. الام والايه خابطين في بعض، بلغ ايه؟ عكسيه. تمام تمام، في مشكله؟ صعبه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ممكن يغلط معاك في شويه حاجات كده، يقول لك ايه؟ والله ولا سيبها، بلاش، مش عايز اغلط معاك في رسم البيان عشان ايه؟ مبوظ الدنيا شويه. في مشكله؟ صعب الموضوع؟ مش صعب. ركز معايا كده، احنا ممكن نعمل كده انا مستر مصطفى. بص يا عم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول لك انا عندي حالتين ممكن يحصل. عايز افهمك حاجه، انا عندي حاجه اسمها البي تساوي ام في، وعندي اسمها القوه تساوي الكتله في العجل. في الحصه اللي فاتت قلت لك لما يجي يسالك عن كميه الحركه روح اسال السرعه، السرعه اللي تعمله السرعه يبقى ينطبق على كميه الحركه. في الحصه دي قلت لك لو سألك عن الإف أي القوة يبقى اسأل العجلة، واللي يحصل للعجلة التعجل الاكسلريشن اللي يحصل فيه هو هو اللي يحصل في القوة. ازاي يعني يا مستر؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا رجالة، السرعة تعبر عن الحركة. جسم بدل بيتحرك يبقى 100% لسرعة، مش شرط يكون له عجلة.
مش شرط يكون متأثر بقوة. فهم حاجة؟ السرعة هي اللفظ الفيزيائي أو المفهوم الفيزيائي الكونسبت الفيزيائي الأكثر تعبيرا عن الحركة. إزاي؟ جسم له سرعة يبقى بتحرك. اتجاه السرعة هو اتجاه الحركة. إزاي؟ صلى على النبي. أنا ماشي كده يا رجالة. مثل كده اتلخبط. ماشي كده. أنا ماشي كده في الاتجاه ده كده. أو أرجع تاني عشان بس حد أمشي كده أهو كده أهو. مش هينفع أطلع بره الكادر طبعا. وأنا ماشي كده إيه اللي بيحصل؟ دلوقتي أنا ماشي ده اتجاه حركتي اتجاه سرعتي بالتبعية اتجاه مين؟ كمية الحركة. في مشكلة؟ في مشكلة. أنا نفسي عشان أتحرك كده مأثر بقوة الناحية دي. افترض معانا أنا بزود في سرعتي فإذا العجلة بتاعتي موجبة واتجاه القوة الناحية دي. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كده رحت لافف كده. لو افترضت وانا جاي كده كنت موجب اتجاه الحركه موجب واتجاه السرعه بالتبعيه موجب. رحت انا لافف كده اتجاه الحركه كده ايه سالب يبقى السرعه سالبه بالتبعيه كميه الحركه سالبه. لكن لو انا سرعتي بتزيد بنفس المقدار لسه انا عجلتي موجبه وقوه المصدر عليا موجبه. تاني اتجاه الحركه واتجاه السرعه واحد هما الاثنين نفس الحاجه اتجاه السرعه دي ايه الحركه. لكن كميه الاسف العجله والقوه معتمدين على التعجل اللي بيحصل في السرعه التغير اللي بيحصل في السرعه. تاني في مشكله فيش مشكله ان شاء الله هديك مثال اوضح. انت راكب العربيه وبتدوس بنزين بتدوس ايه بنزين يبقى انت معنى ذلك مؤثر بقوه في الاتجاه ده مثلا ايه العربيه ايه بتاثر بقوه في الاتجاه ده. ده اتجاه مين؟ اتجاه القوه واتجاه الحركه يبقى بتبعيه اتجاه السرعه والعجله بتزيد ولا بتقل. افترض ان هي بتزيد لانك داس بنزين يبقى العجله موجبه. لو انت نفس العربيه بس داس فرامل داس ايه فرامل فانت اتجاه الحركه كده لكن اتجاه القوه كده لكن العجله سالب. تاني رجاله يبقى انت بتدوس بنزين بتزود في قوه بتزود السرعه فالعجله موجبه وانت بتدوس فرامل في قوه بتقلل السرعه فالاكسلريشن هنا التعجل هنا سالب. التعجل ايه او العجله هنا سالب. تمام تمام في مشكله مفيش مشكله. صلى على اللي يشفع فيك عليه الصلاه والسلام. بص يا عم الافكار معانا في المسائل نوعين من الافكار ممكن نتكلم عنه يعني ايه باستفاضه شويه او هنتكلم عنها باي طريقه. هو القانون بالنسبه لي دلوقتي يعني سيبك من اللي فوق ده دي سهله خلاص احنا نتكلم بس على العمق القانون يشتغل ازاي. اف بتساوي دلتا بي على دلتا تي او بتساوي ام في اي. يلعب ازاي في المسائل يا رجاله؟ قال لك صلى على النبي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عادي ممكن يديك التغير في كميه الحركه ويقول لك هتتغير في الزمن يديك التغير في الزمن يقول لك ما هنلعب فيها سهله يعني القصه دي سهله. او ممكن يديك التغير في كميه الحركه على هيئه التغير في السرعه دي هي يعني في مشكله؟ مفيش مشكله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طب ممكن يلعب في الكتله؟ قلنا الكتله يعني يوم ما يبقى فخم 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 شبه خطر خطر يعني هيديك كرات ميزان. طب ممكن يبقى خطر خطر يا مستر اكتر؟ والله يا مستر انا هو مش موجود صراحه في الكتاب بس ممكن يلعب ان انا مش تمام. الام تساوي بي على في فممكن يدينا الكتله عليها كميه حركه. ومش هو مش اصل الموضوع واحد خلي بالك افتكر دايما الموضوع متربط ببعضه. كميه الحركه هي الاساس هي البيزكس هي الدخله لقانون نيوتن الثاني. تمام تمام صلى على النبي. طب العجله العجله قال لك اللي جاي سكه صفر زي السرعه سكتين سكه الاولانيه ان الاي تساوي دلتا في على دلتا تي فيديك السرعه ويديك الزمن وكل سنه تغير او يديك العلاقه بين الفي والتي ويديك رسم بياني ويديك رقمين كده وانت تجيب الاي عن طريق مين؟ الميل. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. الحاجة الثانية ان هو يجيبها بمعادلات الحركة، معادلات ايه؟ الحركة. طبعا ده البديهي واللي انت اتدربت عليه الحصة اللي فاتت. طب ما تيجي نأفور، تعال نأفور، صلى على النبي. بص يا رجالة. قانون نيوتن الثاني في حتة كده لضمة معانا شوية رياضة. ومش رياضة صعبة، ما تقلقش يعني مش فاهم بس كلمة رياضة وقول الرياضة صعبة، لا، ايه؟ بص. لضمة معانا رياضة ازاي؟ بص يا عم. قال لك لو معانا اول حاجه عندنا نوعين من الاسطح
يا اما يكون سطح املس حته ناعمه كده خالص حته انت عارف انت دايما عشان افهم الاولاد يقولوا ايه معانا سيراميك سيراميك وعليه صابون بص ده معنى كلمه املس انت تقف هتلاقي نفسك بتتزفط بتتشفط تمام مش تمام خلاص يا معلم انت رايح فالسيراميك عليه صابون انت متخيل مع شويه موز كده شويه قشر موز على الوش يعملوا معاك جو جامد تمام مش تمام هتروح الان عايش اصلا في مشكله حلو دي معنى كلمه ايه املس عديم الاحتكاك معامل الاحتكاك بتاعه زيرو خلاص تمام تمام عندنا سطح تاني بقى سطح خشن خشن حته كده اسمنتيه حته كده اسفلت اسفلت من اللي بيسخن في الصيف ده تمام تمام من احتكاك مع العربيات والحوارات دي في مشكله فمعنى كده ايه الاحتكاك طب لو في جسم وبشده كده بقوه على سطح لو سطح املس مفيش احتكاك طب لو سطح مش املس دي الام وبتحرك بعجله اكيد تمام وبسرعه معينه كان وفي اف في مشكله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام بتحرك بقوه في الناحيه دي اسف اسف في احتكاك لو سطح خشن لو سطح ايه خشن يبقى في احتكاك طب الاحتكاك ده يا مستر اتجاهه فين اتجاه الاحتكاك عكس اتجاه الحركه الاحتكاك عكس اتجاه الحركه بنسميه كده اف 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 فريكشن فريكشن بالانجليزي يعني ايه احتكاك طالما تمام تمام او ممكن انت يلا بلاش فريكشن اف احتكاك يعني تمام ولا تمام اف ح تمام مش كده صلى على النبي عليه الصلاه والسلام يبقى دي اف ودي العجله ودي ايه في احتكاك المنظر ده تعمل معاه ازاي يا مستر يقول لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام بص يا عم مش انت قلت ان القوه تساوي ام في ايه القوه تساوي الكتله في العجله طب يا مستر افرق جسم بيأثر عليه اكتر من قوه طب وده موجود موجود ازاي يعني افترض معايا ان انت راكب الرينج روفر بتاعك ولا بتاع الرينج روفر تمام راكب الرينج روفر بتاعك او بلاش زي حالاتي كده بتركب الموسيقى طلع الساعه 6 الصبح رايح الشغل وايه شويه الهواء كده يودوا كورونا على طول تمام تمام في مشكله بص انت راكب العربيه او راكب الموتوسيكل ده وماشي تقدر تقول لي في كم قوه مؤثر عليك عندك قوه البنزين وتدوس فرامل قوه الفرامل عندك قوه مقاومه الهواء قوه الاحتكاك مع الاسفلت اذا في غالب الامر الواحد لما جسم اي جسم غالبيه الاجسام المتحركه لا تتاثر بقوه وحيده تتاثر بعده قوى تتاثر بعده قوى طب لما يكون جسمي متاثر بعده قوى انا اعمل ايه انا اعمل ايه اجيب المحصله اجيب المحصله عندي في الفيزياء بدل عندي كذا حاجه اجيب المحصله ويعني ايه محصله يا مستر بص المحصله يعني انا اشيلكه واحطه مكانه ازاي بص يا عم والله انت قاعد كده عمال بص يا رجاله تعالوا كده والدك ولا حد يقول لك ايه تعالى شيل لي كده في شقه في مثلا اي حاجه ممكن نشيلها وليكن ترابيزه تعالى نسندها قصاد بعض في مشكله لما تيجي تسندوها قصاد بعض مثلا وليكن يعني انا مش عارف اديك مثال عامل ازاي ايا كان احنا جايين نشيل حاجه كده فبنشيلها قصاد بعض ممكن يجي واحد يقول لك انا اشيلها دي معنى المحصله اي القوه التي تكافئ في عملها باقي القوه وصلت مفيش مشكله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام اذا لما يكون في عده قوه القانون مش هيبقى اف اف تساوي ام في ايه امال القانون ده هتساوي ايه بص ايه ده يا عم احمد ايه ده بالمساتر اظبطوا يا عم سيجما اف تساوي ام في ايه سيجما دي تعني رمز التجميع او في الفيزياء والرياضه اسمه محصله الايه القوه تساوي ام في ايه اشوف رمز السيجما فين تاني يا مستر بالصدفه والله العظيم كنت بشرح الحصه في الدرس فطلعت مصدع شويه فقلت ايه هروح اخد ايه يعني البديهي اخد اي برشام فبدور في البيت لقيت برشام ما فيش غير الكونجستال تمام تمام فانا مصدع كنت بشرح الحصه دي
ببص على الكونجستان لقيت الرمز ده موجود مكتوب عليه سيجما. شفت اخوك اللي بيحصل له. انا مصدع من تحت الاقيك جنب الصباع تلاقيك جنب البرشام في البرشام نفسه والله شوفها برشام كونجستان نعمل اعلاناته في مشكله والله كده مكتوب هتلاقي مكتوب ايه الرمز ده كده مكتوب سيجما تمام تمام في مشكله مفيش مشكله بسيجما اف سوي ام اف لو عايز يجيب لك الحصه الجايه وانا بقول لك تمام يبقى ايه السيجما دي يا مستر تعني محصله القوه محصله إيه؟ القوه طب يعني ايه محصله القوه يا مستر صلى الله عليه المحصله عشان تجيبها ليها كام سكه ثلاث اربع سكك السكه الاولانيه لو معايا جسم بتاثر بقوتين في نفس الاتجاه مثلا هنا 3 نيوتن وهنا 2 نيوتن فالمحصله جمع الاثنين في عكس الاتجاه لو دي 3 ودي 2 المحصله طرح لو كان الاثنين ما بينهم زاويه ما بينهم ايه زاويه بص عشان افهمك بس حاجه اول حاجه لو ما بين زاويه بنستخدم القانون بتاع بالفيزياء بنقول المحصله سيجما اف تساوي اف 1 تربيع زائد اف 2 تربيع زائد 2 اف 1 كوزاين سيتا انتوا بتقولوها في الرياضه قف 1 تربيع زائد قف 2 تربيع زائد 2 قف 1 قف 2 جت ايه طبعا احنا في اولى ثانوي ما خدناهاش لسه فبنمشيها بالحب فبنقول مش لازم نجيب ما بينهم زاويه احنا بنشتغل على مين على اتنين متعامدين واتنين متعامدين هقعد اقول لكم القانون وكده كده كده 90 بصفر ومش لها لازمه فانا هضحك هنضحك بنضحك عليكم في اولى ثانوي ونقول اشتغلها ايه؟ فيثا طب فيثا ايه؟ فيثاغورس تمام تمام اشتغل مين؟ فيثاغورس ايه الفيثاغورس ده؟ لو دي اتنين ودي ثلاثه هتقول الجذر التربيعي لاتنين تربيع زائد ثلاثه تربيع في مشكله يا رجاله؟ فهمت يعني ايه الكلام ده؟ لو متاثر الجسم باكثر من قوه تعمل ايه؟ تجيب محصلة القوة. محصلة ايه؟ القوة. في مشكلة؟ اوكي؟ اوكي. لو عجبتك الحركة دي دوس لايك. في مشكلة؟ تمام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ايه مثلا ايه اللفة دي كلها؟ لو انت عايز تجيب العجلة بتاعت الجسم عايز تطبق القانون هنا في الحتة دي هتقول لي بص كده تعالى ركز معايا. سيجما اف تساوي ام في ايه؟ خلاص ام في ايه دي سهلة. لكن بقى تعالى احسب هنا هجيب المحصله وعكس دول مع بعض ولا عكس بعض ولا تربيعيه عموديين عكس بعض فقول ايه؟ طرح بدل الجسم اتحرك الناحيه دي يبقى دي بطرح كبير ناقص صغير فقول اف ديت ناقص اف ديت اف اف كده تمام يا جماعه انت فهمت سيجما اف كبير ناقص صغير بصوت طيب لكن كده الجسم اتحرك الناحيه دي لان احتكاك عكس الايه؟ الثاني بدل الجسم يتحرك يبقى كده القوه دي اكبر من قوه الاحتكاك، القوه المحركه اكبر من قوه الاحتكاك، صعب؟ في مشكله كده؟ الموضوع صعب؟ في صعب. كده خلصنا افكار المسائل. في حته شراب كده لو عايز تاخد الحته دي تصورها تكتبها عشان امسح بس الحته الايه؟ اللي في الكم دي. حاضر سكرين شوت. في واحد معايا هنا تكنولوجي. بص يا رجاله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. في حته بس تركات رسم بياني وبعد كده نبدا نحل مع بعض الاسئله وان شاء الله يعني الحصه الجايه هكون خلاص برضو يعني هحل معاك اسئله النهارده والحصه الجايه هبدا ايه ناخد اللي تخلص الدرس ده على طول تمام بص يا عم صل على النبي وبص برضو يعني ايه زي ما احنا متفقين في موضوع الاسئله ده ايه الموضوع اللي جاي يا مستر موضوع الرسم البياني اظهر وبان عليك الامين صل على النبي عليه الصلاه والسلام يجي في الامتحان او في الدرس يقول لك العلاقه بين الدي والتي ويعمل لك كده الراجل يبدا بدايه كده يقول لك انا ايه انا راجل محترم وجاي اسلم عليك كل الفكره ان لديك شكلا بيانيا العلاقه بين الدي على المحور الراسي العلاقه بين التي على المحور الفقري عايز ايه يا عم يقول لك والله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام هو العلاقه بين الفي والتي بالمنظر ده يبقى عامل ازاي هتقول له بص كل اللي انا اعرفه ان الفي تساوي دلتا دي على دلتا تي يعني هي لو في خط مستقيم دلتا واي على دلتا اكس لان مين اللي على المحور الراسي مين اللي على المحور الافقي فانا لما قلت دلتا دي على دلتا تي لكن بقول دلتا على المحور الراسي طب ما ده الميل ده ايه يا رجاله الميل واحفظ معايا كده الخط المستقيم
ميلو ثابت. وعشان اعبر عن الميل الثابت بعمل خط كده. طب في حالتين، يكون موجب او يكون سالب. وقلنا طالع ياكل موجب نازل يصرف، طب عمالك نازل يصرف حاله، اذا السرعه هتبقى عامله ازاي كده؟ في مشكله. طب كميه الحركه، قلنا كميه الحركه ملهاش كلمه، هي بتسمع كلام مين؟ السرعه. في مشكله؟ فيش مشكله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب العجله، العجله هي التغير في السرعه. السرعه اهي، سرعه ايه دي؟ سرعه ايه يا ابني؟ ثابته، يبقى صفر. طب القوه ملهاش كلمه برضه، بتسمع كلام مين؟ العجله، برضه هتبقى صفر. في مشكله يا رجاله؟ صعبه. لو انت فهمت الكلام ده هكتب لك، ارسم لك، دي مش موجوده في الكتاب، اعمل لي العلاقه بين الدي والتي، وهات لي انت بقى معلم وصورها كده وحطها لي في الكومنتات، او لو مش ينفع تحطها على الكومنتات اكتب يا مصدر، وانا هبعت لك لينك التواصل ولا حاجه، لينك فيس، لينك واتس، اي حاجه تبعت لي عليه واقول لك صح ولا غلط. دي على التي، هات لي انت العلاقه بتاعت السرعه وبتاعت كميه الحركه وبتاعت العجله وبتاعت القوه. طيب تمام، ولو عملتها تبقى راجل. هديك نبذه واحده بس تبقى جدع كده. ده الميل، ده ميل موجب ولا سالب؟ قلنا طالع ياكل موجب، نازل يثرب 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 يثرب، واللي جاي واللي جاي سالب. طيب تمام، في مشكله؟ طلع ياكل موجب، نازل يثرب سالب. بس يا عم تكتبها وتوريها لي، في مشكله؟ صلى على النبي. لحد دلوقتي الموضوع صعب، صعب صح يا مستر؟ ماشي. كده فهمنا حاجه؟ ما فهمناش حاجه. طب تيجي نحل، ما تيجي نحل ونبل له الشربات. تعال نحل ونبل له الشربات. بص يا رجاله، قبل ما نحل، طب ما تيجي نفتكر مع بعض، ممكن في فكره نسينا نقولها، بس انا كمان قلتها الحصه اللي فاتت فنسيت. تعال نقولها النهارده تاني. عايزين نعمل النسبه في القانون ده، ادي اف تساوي ام اف اي، اف 1 على اف 2 يجي في الامتحان، ولا اف 1 على اف 2، او ام 1 على ام 2، او اي 1 على ايه 2. في مشكله؟ صلي على النبي. قلنا ايه؟ الطرد زي اهو والعكس عكسها، تمام؟ الطرد ايه؟ زيها والعكس عكسها. هي الاف مع الام طردي ولا عكسي؟ مش معاه، مش خبطه فيها يا اخويا. طب طردي والله، تبقى ام 1 على ام 2. الايه والاف يبقى زيها، 1 2 اي 1 على 2. طب الام، والله الام مع الاف طرد، تبقى اف 1 على اف 2. طب مع الاي عكس، تبقى عكسها، يبقى 2 على اي 1. هسيبك تعمل دي وتبعتها لي مع التانية. في مشكله؟ صعبه يا رجاله؟ مفيش مشكله. حلو الكلام؟ اوكي اوكي. نبدا في حل المسائل. يلا انت يا رجاله خش معايا، يلا نحل مساله. معاك شيف حسن، حركات وتكات. بص يا ريس، مش عارف مالي النهارده يا رجاله والله، شكل اللايكات بتاعتكم اللي صفر دي عملت لي تاثير، مدياني حافز برضه. شوف برضه لما تديني لايكات بصفر انا هديك فيديوهات صفر برضه. تمام تمام، المشكله؟ تمام. صلي على النبي. هذا في مثال اللي هو رقم ده، انا هرسمه على السبوره، مش راضي يفك. مش راضي يفك. يلا، الجسم او سطح كده خشن عليه كتله 3 كيلو جرام تأثر بقوة 20 نيوتن، طبعا هو عامل 20 كيلو جرام فوقك. العجلة هنا اتجاهها بالمنظر ده 4 متر بير سكند تربيع. يقول لك دي اسم خشن، والله في قوة احتكاك هنا. عايز ايه يا برنس؟ يقول لك والله اف احتكاك. يا عم اف احتكاك، معلش احنا كنا متعودين بس على حتة الايه فريكشن، مفيش مشكلة. بص يا رجالة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ده جسم عايز قوة الاحتكاك، ده جسم متأثر بعدة قوة، وبدال الجسم في احتكاك والجسم اتحرك، يبقى أكيد القوة دي أكبر من قوة الاحتكاك. صعب الكلام؟ مفيش مشكلة. في أكتر من قوة أو أكتر من قوة، يبقى القانون بالنسبة لي إيه؟ هل اف تساوي ام في ايه؟ هو فما حاجة بس سيجما، فما سيجما إيه؟ فما. تمام تمام، يبقى سيجما اف تساوي ام في ايه؟ مين السيجما دي؟ مش بتاعتكم جسديه، لا حصلت قوه. طيب تمام، في مشكله؟ تمام. صلي على النبي. المحصله بتساوي ايه؟ بص يا عم، بما يرضي الله بنقول اللي مع اتجاه الحركه بالموجب، والعكس اتجاه الحركه بالسالب. انت شوف فكك، قول دي ناقص دي وخلاص.
اللي مع ان 20 الكابينه الصغيره غالبا وهو اصلا كنت تحتاج بدل تحرك كده بيحتاج اصغر فتقول ايه 20. طب المحصله دول عكس بعض يبقى طرح يبقى 20 ناقص اف احتكاك تساوي الكتله اللي هي 3 العجله اللي هي بكام ب 4 3 في 4 ب 12 40 تمام. اذا دول كده 12 خليها فوق عشان احنا ما مش كل شويه 3 في 4 بكام ب 12 ايا كان هتقعد ال 20 الناحيه الثانيه هتبقى سالب ب 20 واحده واحده زائد 12 هتديني سالب 8 ودي سالب اف سالب مع سالب الاف هتساوي كام في الاخر 8. ادي مساله يا عم سهله والدنيا حلوه ولذيذه بس كده حلينا كده مساله من الامثله. احنا طبعا لسه رجال عشان ناس لو ناس بتذاكر ورانا وبتعمل لايك كده احنا لسه ما قلناش الحته دي هنقولها ان شاء الله الحصه الجايه هنقولها مع الحصه الجايه مع شويه مع الوزن والقوه مع اسمع كتله والوزن وشويه مسائل هي مسائل المقارات والحاجات دي المستويات العليا ان شاء الله لسه جاي تمام تمام. نحل بقى شويه مسائل من الكتاب. هنحل بالظبط بالظبط ثلاث مسائل. في عندك الاسئله اللي هي رقم 20 21 22 23 دول مش معانا لان احنا لسه ما خدناش القوه الوزن والكتله. وبالتبعيه برضو سؤال رقم 37 والسؤال رقم 44 دول برضو لسه ايه مش خدناها. هتقف في الحل لحد سؤال 50 هسؤال ايه 50 تمام والحصه الجايه ان شاء الله نكمل الافكار الباقيه. هنحل بس من كل احنا معانا كام صفحه 1 2 3 4 5 6 7 لا لا احنا هنحل مسالتين وخلاص احنا هنجيب لك فيديو منين احنا ماشي يا عم المشكله لو عايزين بص يا رجاله بتقول لي مثلا طب ما تحل ومش هتحل معانا بص احنا هنحل ايه خلينا متعاونين مع بعض. لو انت قلت مثلا عايز سؤال رقم كذا بدل ما اقعد احل كتير على الفاضي ونملى لا مش هضيع وقتك ولا وقت تقعد انت عشان تدور على السؤال لا انت قول عايز سؤال كذا احله لك خلاص لو سؤالين اعمل لك فيديو مخصوص ليهم تمام ما تقلقش يعني لكن اعمل لك الفيديو كله وانت تقعد تدور وانا اقعد اعمل كله انت مش عايزه خلاص مشكله. فاحنا مع بعض كده احنا حبايب مع بعض السؤال اللي انت عايزه يا مستر انا عايز السؤال ده اروح اعمله لك مشكله مفيش مشكله صلي على النبي. تعالى ناخد ايه سؤال تاني يا عم احمد سؤال لذيذ كده في الايه في السهل منه ولا مش في السهل منه ولا في الصعب منه عايزين في الصعب. بص المستر بيقول عايزين في الصعب منه ركز معايا. بص يا عم طبعا انت ممكن تطبق على الله ويجي يسالك سؤال بعد الليله دي كلها تيجي تتلخبط فيه ليه يقول لك بص جسم سؤال رقم 18 سياره كتلتها 1000 كيلو جرام حلو حلو تتحرك بسرعه منتظمه سرعة منتظمة سرعة منتظمة فإن القوة المحصلة المؤثرة عليها تساوي سرعة منتظمة سرعة منتظمة سرعة منتظمة بالقوة إيه؟ لو السرعة منتظمة يبقى التغير في السرعة بكام؟ بصفر يبقى العجلة بصفر يبقى القوة بصفر. طب ما تحسب وتشتغل شغل اضرب أي رقمين دول لا شغل الجهاز مرن تمام تمام دي احنا شاريينها ودافعين فلوس عشان تشتغل تمام تمام حلو حلو ده سؤال فيه تركايه نظري بسيطه. تعال نشوف سؤال تاني نقلب الدنيا كده نشوف سؤال مثلا 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 فين شوف السؤال ده العسليه المية مية المشكله بص رجع صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام اثرت قوه محصله مقدارها 100 محصله يبقى اقول سيجما اف تساوي 100 نيوتن على جسم كتلته 10 كيلو كتله 10 كيلو جرام فتغيرت سرعته من 10 ل 20 يبقى في اي تساوي 10 في اف تساوي 20 عند قطعه ازاحه دي فان مقدار تلك الازاحه يساوي. بص يا رجاله صلى على النبي الراجل ده عمل معايا حركه مش تمام شويه. ايه هي الحركه اللي مش تمام دي؟ جاب كده حته ارطو حته من ورا ازاي؟ بص عشان انا قلت لك ان هو ممكن يلعب معاك في الحته دي يجيب لك معدل حركه. معدل الحركه عباره عن ايه؟ معدل الاولى في اف تساوي في اي زائد اي تي في المعادله الثانيه دي تساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. المعادله الثالثه في اف تربيع بتساوي في اي تربيع زائد 2 اي تي. صعب الكلام؟ مفيش مشكله. قلت لك امتى تستخدمهم؟ هتقول انا معايا القانون دي دي في اف ودي دي وديت دي كده 1 2 3
انا بتكلم على الفي اف والتي واحد، الدي والتي اتنين، اي تلاتة، ودي المعادلة الاولى، التانية، التالتة. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. صلى عليه يشفع فيك عليه الصلاة والسلام. الراجل المحترم ده عايز مني الدي ومديني سرعات، عشان اجيب الدي ومعاه سرعات لازم اصغر المعادلة كام؟ معادلة كام؟ دي وسرعة بالمعادلة التالتة. طب المعادلة التالتة في اف تربيع تساوي في اي تربيع زي ال 2 اي دي، صح؟ في اف تربيع بكام؟ والله ب 20 تربيع. في اي تربيع بكام؟ 10 تربيع. 2 في اي في دي، انا عايز اجيب الدي الى الازاحه، لازم يكون معايا مين؟ ناقصني مين؟ العجله. طب يا مستر صلي على النبي، ما اكيد يا مستر هو مديني حاجات بعد الدرس، مديني القوه، مديني الكتله. طب في علاقه بين القوه والكتله والعجله؟ اه فم حاجه مستر، ده خلاص حفظتها. ماشي يا عم، هتقول لي كده فم حاجه في اف تساوي ام في ايه؟ الاف بكام؟ ب 100 والام 10 والايه اللي انا عايزها، صفري مع صفر يبقى الايه تساوي 10. تيجي تعوض هنا هتقول له الاي دي بكام؟ ب 10، 2 في 10 ب 20. تمام تمام. تروح الناحيه الثانيه، دي 400 ناقص 100 هتبقى 300، 300 على ال 20 فيها ال 30 فيها 15، دي في الاخر تاخد تساوي كام؟ 15. تمام تمام. غلط؟ لا صح. في مشكله؟ مفيش مشكله. جامد يا ابني، انا حازم متحرك. تمام؟ حابب الشك في نفسي. مشكله يا رجاله؟ مفيش مشكله. حلو؟ صعبه؟ كم واحده؟ كفايه بقى ده كمان واحد. انا بختار لك هي حته في الجونه. كفايه كده؟ كفايه كده يا مصطفى؟ ده كمان واحد. بص يا رجاله كفايه كده، وانت بص في اسئله ما بكررهاش تاني، احنا قلنا هفكرها في كميه الحركه، فكفايه كده عليك. طب يا مستر معلش والله في اسئله كتير. قول يا عم انت، ما احنا مع بعض اهو، السؤال يقف معاك تكتبه في بص تكتبه في تدوس لايك، تكتبه في الكومنتات، المستر يحله ينزل عليك، ينزل عليك. في مشكله؟ بالتوفيق يا رجاله وربنا يوفقكم. واولى ثانوي دول هم اللي فيهم الخير يعني، خلاص احنا اولى ثانوي فقدنا فيهم الامل. لا ثالث ثانوي فقدنا فيهم الامل، اولى ثانوي دول هم ايه؟ الخير بتاعنا دول. تمام تمام. دوس لايك، بيسموها بالانجليزي سبسكرايب. ايوه سبسكرايب، هي اسمها سبسكرايب. تمام مش كده؟ تمام. سلام يا رجاله، توفيق.